تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 تعرف على قائمة كليات الأزهر أدبي بنات المتاحة. يرتفع معدل البحث عن كليات الأزهر أدبي بنات 2023 بالتزامن مع إعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، حيث بدأت الطالبات في البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات قبل تسجيل الرغبات المتاحة أمامهن لطالبات الشعبة الأدبية. أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل جامعة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمية والأدبية موضحاً أن نسبة النجاح في الشعبة الأدبية بنين وبنات بلغت 46.63%، إذ بلغ عدد المتقدمين للامتحان من القسم الأدبي 90,771 طالباً وطالبة. وتشير هذه النتائج إلى أنه من المتوقع أن يرتفع تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر مقارنة بتنسيق العام الماضي. كليات الأزهر أدبي بنات 2023. وبعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 والاستعداد لتنسيق المرحلة الأولى، فإن كليات الأزهر أدبي 2023 بنات المتاحة في الشعبة الأدبية كالتالي: كلية الترجمة واللغة، كلية الشريعة والقانون، كلية الإعلام، كلية التربية بنات، كلية التجارة بالقاهرة، معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة، معهد معاون القضاء بكلية الشريعة والقانون، كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة وتفهنا، كلية اللغة العربية، كلية أصول الدين والدعوة، كلية القرآن الكريم وعلومها، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية التجارة بنات، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التربية الرياضية بنات بالخانكة. تظلمات الثانوية الأزهرية 2023. تبدأ تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 الأحد الموافق 30 يوليو 2023 من خلال بوابة الأزهر الشريف، على أن تستمر لمدة شهر برسوم تبلغ 100 جنيه للمادة. نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2023، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 2023 بعد 15 يوما، وتفعيل منظومة التظلمات على مستوى المديريات عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية. تنسيق الأزهر أدبي بنات 2022. تنسيق الأزهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام 87.46%. تنسيق الأزهر 2022 كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 519 درجة بنسبة 82.38%. تنسيق الأزهر 2022 كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام 76.46%. تنسيق الأزهر 2022 معهد معاونا القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة 7.16%. الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر. المستندات المطلوبة للتقديم لكليات الأزهر: شهادة الميلاد، 4 صور من شهادة الثانوية الأزهرية، بطاقة الترشيح من على الموقع بعد ظهور التنسيق، 6 صور من البطاقة الشخصية وبطاقة ولي الأمر سارية، 8 صور مدون عليها الاسم 4 نجمة 6 دوسيه بلاستيك.